الله يسعد لي مساكم يا متابعينا الكرام، شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، كيف الصحة؟ ان شاء الله كويسين. الله يبارك فيك حبيبي. يوتيوب، والله لسه ما خلصت تحضير على الحلقة. جينيسيس، هيونداي جينيسيس وكيا اكيوس، اثنين مع بعض هما نفس السيارة، بحضر لكم اياها. تعالي راح تفيد اللي بدي يتفرج عليها، راح يعرف تاريخ السيارة، توجهات الشركة والرؤية تبعتها والإمكانيات اللي فيها، عرفت كيف؟ ومين اللي صممها وهي أصلاً معتمدة على أي نوع من السيارات في التصميم، يعني تكون مفيدة للي حابب يشتريها للسيارة. عفواً، شو أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. خير يا عرفي، وين صار كراج؟ قدي بعيد عن ديكويني بالغزية يا معلم، على الأوتوستراد. صباح النور، حلقات جدا ممتعة على اليوتيوب. شكرا، العفو حبيبي، أتمنى تكون إن شاء الله تنال رضاكم. مساء الخير حبيب نسام، هل فعلا الإمارات أرخص دولة في العالم في أسعار قطع الغيار وجميع قطع متوفرة في العالم ولا في الدول العربية؟ كيف يعني كيف العالم يعني كيف؟ لا طبعا، قطع الغيار عم تحكي عنها شو، المستعملة ولا جديدة؟ قطع غيار جديدة زي باقي الدول في العالم كله، ما فيش فرق. حتى في قطع هي بالإمارات أغلى، أغلى من لبنان بكتير، عرفت؟ وفي قطع لبنان أغلى من الإمارات. أما قطع غيار المستعملة، نعم في منها شوي، يعني في قطع غيار مستعملة في الإمارات رخيصة بالنسبة للسعودية للكويت بالنسبة، بس هون للبنان ما بعرف بصراحة. أنا بشوف إنه أسعار لبنان رخيصة مقارنة بالإمارات، مستعمل وجديد، فهمت علي؟ بالنسبة لأسعار قطع غيار جديدة، عندك أمريكا أرخص من الإمارات 50%، قطع غيار اللي في أمريكا أرخص من الإمارات بكتير بكتير بكتير. رادياتر بي أم دبليو بتجيبه بالإمارات 1400 درهم، 1400 درهم قسمهم على 400 ديش بيطلعوا شيء تقريبا 320 دولار، 320 دولار. هو نفسه بتجيبه بأمريكا ب180 دولار، almost نص السعر. هو رادياتر بي ام دبليو، لانه انا جبت من امريكا نفس الرادياتر، نفسه نفس الشركه ونفس كل شيء، وصل على الامارات بنص سعره في الامارات، عرفت؟ فما بعرف انت مين اللي قال لك المعلومه هاي. قطع غيار مستعمله بالنسبه لدول الخليج تعتبر يمكن واحده من ارخص الدول، نعم. هذا زمان، حاليا لما عملوا الصجعه وغيروا الاجارات وعملوا مش عارف شو، عرفت كيف؟ ارتفعت أسعاره على الغيار في الإمارات. بس أنا عم بحكيك بال 2013-2014 كانت تعتبر أسعاره على الغيار مستعملة رخيصة بالنسبة لدول الخليج. أهلا الجميع، قطع السيارات متوفرة كلها في الإمارات بدون منازع لكل الشركات. إذا أنت كأنك شارب شيء، أنت كيف يعني متوفرة؟ في قطع كتير مش متوفرة،
يعني مثلا الفا روميو مالهاش قطع مع انه الها وكيل، سوبارو مالهاش قطع مع انه الها وكيل، سوزوكي مالهاش قطع مع انه الها وكيل. انت كنت شارب شيء انت ولا شو؟ ولا داخل عم بتسمع؟ لا 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 معلم، انت واخد فكرة على الامارات انه هي اشي واو بالسيارات، حاب اقول لك انه انت غلطان، عادية جدا زي اي دولة تانية، بس انه هي فيها سوق مفتوحة والتجار بيستعملوها بتبييض اموال ويجيبوا سيارات يقصقصوها وهذا، فتوفرت قطع الغيار. ولكن مثلا تيجي سيارة الفا روميو بدها كم كرانك شافت سنسر، بتجيبه من بريطانيا بتطلبه من برا. بالنسبة للياباني، الياباني اللي بالامارات لاند كروزر ومش عارف شو، في قطع بتطلبوها بدك تستنى 15 يوم، فهمت علي؟ يعني مثلا زي السكندري اير انجكشن سيستم تبع الليكزس ال اكس 570 موديل 2017، السكندري اير انجكشن سيستم هذا اللي بيشتغل اول ما تشغل السياره، بيطلع فيها على البر بيشرب تراب بتخرب الترومبه. ها قد ايه حقه هذا؟ حقه قريب 4000 درهم صح؟ مش موجود في الشركة، بتروح بوقفوا لك السيارة وبطلبوه من اليابان. فيعني انت صلح معلوماتك ماشي. سوزوكي جنبينات سوزوكي ما فيش بالامارات، لف الامارات كلها جنبينات سوزوكي سوفت ما فيهاش. اسوزو في قطع اسوزو، كويلات اسوزو موجود في الامارات ما فيهاش. مزيراتي قطع كهربائية لمزيراتي في موجود بالامارات ما فيهاش. مروحة لف الامارات كلها، مروحة ترادياتر ما فيش، فتستهبلش يعني. اهلا اللي راح يعمل كوبي بيست شباب، راح يضل يعيد بسؤاله، انا هسه اعطيكم فرصه كمان دقيقتين، اللي يضل يكرر سؤاله بلوك على طول، بلوك حضر من القناه، ما عادش اشوف وجهه عندي خلاص. كل واحد يلتزم سؤاله ويستنى، عم بتشوفني عم بجاوب تقعد تسمع شو عم بجاوب، ضلكش كوبي بيست زي اللي عمره 5 سنين ابو شخه. احترم نفسك واحترم الموجودين واحترمني، ضلكش كوبي بيست زي الاولاد الصغار. اللي عامل كوبي بيست مش هقرا سؤاله، كمان دايتين اعمل له بلوك. تعملنا كفين كمان، لو بطولك بعمل لك كفين ما فيش مشكلة عندي، ولا زي العسل على قلبي. وحتى اذا حابب تغير خريطة وجهك كمان ما عنديش مشكلة، بغير لك الخريطة يعني، ضلك توجهك زي ما هو سليم طول عمرك، اتعاش لك شغلة بوجهك عادي يعني. حلقة على جينيسيس عم بحضر لكم فيها، كل الدول اللي يوجد فيها توفر قطع غيار. اي سيارة يا حبيبي، اي سيارة عم بحكي عنها؟ BMW X5 E70 دعسة أحيانا بتكون بتجنن يعني، بتجاوب معك السيارة، وأحيانا بيموت على أخف طلعة ما حدا عم بيعرف له شو، ما حدا عم بيعرف له. فحصت كمبيوتر أنت مرسي يا معلمين، فحصت كمبيوتر حبيبي، افحص كمبيوتر جيب لي كودات. ليش ما حدا وما حدا شغل ال طبعا اللي بيطلع دخان هدول، جيب لي كودات. انا بقولك شو فيه اكس 5 يعني، مش طياره ولا باخره، اكس 5 بي ام. بقدر احط وين تربو على مصيد 600؟ هاي الاسئله انا ماليش فيها الشغلات هيك.
الفهد، سؤال حير الميكانيكا. شو هو السؤال؟ قل لي يا سؤالك اللي حير الدنيا كلها، بس ما تسألنيش بنظرية الثقوب السوداء أرجوك. ها الثقوب السوداء لسه أنا ما بفهمش فيها. كنزة سوداء آه، بس ثقوب سوداء ما تسألنيش. شو هو السؤال اللي حير الميكانيكا؟ اسألني. شاولك ببرادو 2015. منيحة سام، كيفك حياتي؟ ليش معصب يا معلم؟ انت ليش عامل حالك مرة؟ انت ليش عامل حالك بنت؟ المتدفهة مرة. انت ليش عامل حالك بنت وحط صورة بنت؟ ليه؟ عادي حط صورتك او صورة مثلا كلب او صورة اي شيء، سيارة، وتكلم طبيعي يعني عادي، سواء بنت ولا هذا اتكلم معك. انا حطت لي صورة ممثلة ولابسة مغنية لاتينو وبيحكيني لبناني. توسان ولا سبارتاج؟ اتنين نفس الشيء، اتنين نفس السيارة. دوج كارافان ولا تويوتا سيينا ولا هوندا اوديسي؟ شو احسن؟ باي بلد؟ مرسي حبيب القلب. اي بلد اللي عم بيسأل؟ نصكم اللي عم بيسأل. تب قلوب من العجلات. اي والله يبينها. توا كنت نهدرز مع اولاد صاحبي من العجلات من الغنمية. مازيراتي جران توريزمو 2005. وين ممكن الاقي قطع؟ انت وين في اي بلد؟ عم رد علي. مستعجل؟ تعال وقت تاني. ها مستعجل؟ فيش مستعجل؟ الشركات والمحاسبين والإدارة كلها مستنينك، مؤتمرات عندك، احلق من هون طير من هون، بس تكون فاضي تعال. اي سؤال السنة مش مذكورة يعني السيارة موديل اي سنة مش كاتب، هطنش سؤالك. مش كاتب وين تستعملها، هطنش سؤالك. اوكي يلا عشان اللي بيتعبوا على الفاضي. ضلك اركض للصبح ولا كأني شايفك. Sam is my life. I am a girl living in America. والله طب عبود راجب الاثنين شاي، راجب الاثنين شاي معلم. انا صايدك يا عمو، والله صايدك. انا تفكرني انا عبيط؟ والله صايدك. من اول يوم دخلت لعندي فت انا بطريقة معينة، عرفت انت ومن السعودية، ولد من السعودية. عيب يا عمو، عيب. ده انا عمو، عمو تنسيت عمو؟ جاي تقول لي انا بنته من امريكا وما امريكا؟ هما بيكتبوا امريكا هيك؟ يعني حتى لما بدك تكون نصكم مش قادر تكون نصكم، نفسك تكون نصكم ومش قادر. هل زيت جير جينيسيس لازم يتبدل؟ السيارة وارد امريكا وحاليا في الامارات. نعم ات اتش بي هذا زد اف. مرسي مرسي يا وردة. هذا ات اتش بي اللي عندك 6 غيارات ولا 8 غيارات الجينيسيس. هو حتى مش قايل اي موديل، هي فيها 3 اصدارات. شباب ليش ما بتكتبوا اسم الموديل يعني موديل السيارة؟ انتوا عارفين انه كل سيارة بتفرق عن التانية صح؟ المهم انا جاوبتك على الات اتش بي. هلا سوما، مساء الخير، شن حالك؟ شن الأمور؟ هاي مثلا هاي آنسة، هاي تكلمت معها آنسة. عرفت علي؟ ومن الأول أنا شكيت أن هي آنسة.
عرفت علي؟ بس انت ولد من السعوديه تبع كامري، نص كم انت، يعني اخرك تجيب لي شاي على الطاوله عامل لي فيها بنت لاتينيه وما لاتينيه ولايف وما لايف. يلا يا عمي يلا من هون يلا. ولا اللي كان بقول عنده سؤال حير العلماء الميكانيكيين، المهم تسألنيش بالثقوب السوداء لانه لسه انا مش نظريه نسبيه يعني. اخلص شو سؤالك، اخلص على حفناوي على بالزعيم. هرد على سؤالك، اكتب السنه والموديل وين تستعمل السياره من عيوني، اكتب سؤالك كامل، واذا انا ما قريتش سؤالك وجاوبته ساعتها انت قولي مش عم تقرا ماشي. بس تسأليش سؤال نصكم حبيبي. الاس 500 اورجينيسيس 90 السنوات يا ابو الشباب، ها years production year عن المكان استعمال. خير اخونا من ليبيا، شجعوا باي شلموه 2022. والله معلم سيارتين حلوات، بس الجينيسيس هي مش انها بتنافس الاس كلاس، هي عم بتحاول انها تنافس الاس كلاس، بس انا هي ما وصلتش للليفل تبعها، فهي تعتبر للناس اللي مدخولهم وسط او فوق الوسط بشوي، حابين يركبوا سياره فخمه يعني انه انسبايرد، يعني انه هيك يعني زي كما جماعة البي ام فئة السابعة او مرسيدس اس كلاس انه عم بيركبوا سيارات فخمة، عملوا للناس اللي تحت شوي اللي في الوسط، عملوا لهم سيارة بادجت تبعها طري ما بيعورش انك تركب سيارة، بس مش معناها انه هي او تطلع راس براس مع الاس. الاس ال يا ويلك من الله، يا ويلك من الله. اسأل روح عند دكتور العيون ماشي، خليه يحط الماكينة على راسك الماكينة وشوف عمل الوان عندك شو قصته. اذا انت من جماعة النص كم المستعمل ها وفلوسك عقدك خد جينيسيس، اذا انت زلمي خواجة ودفيع ومحترم وبيهمك شكلك قدام الناس بدون منازع مرسيدس، هذا من الاخر. فهمت علي؟ يسوزو دي ماكس 2014 خروج زيت من التربو في السعودية. خروج زيت من التربو يعني معناها في عندك مشكلة في السيل أو مشكلة في التربو نفسه، فهمت علي؟ أو يمكن مسدود أو شيء، لونه أسود التربو من برا. تفحصه، افحص عندك التيربو بوست بريشر سنسور، افحص الضغط تبعه ماشي. شو وضع الشفروليت كروز؟ تخزي تبي اسد خليلك اياه الاسد. عندك سؤال ميكانيك اسأل زناس نوع وكذا وسنة وين بدك تستعملها، طلبتش منك لا اسد ولا خرا. بي ام دبليو 2002 E46 44 طالع سكانر كود 44، شو اسم الكود بس لأني مش حافظ كودات انا. حبيبي بتصلح مرسيدس جي ال 450 طبعا،
ما هي أفضل سيارة استخدام رجل أعمال؟ في مصفح بي ام دبليو 750. خذ لك 750 حلوة استخدام رجل أعمال، شد حاله شد صح. الله يرزقك يا معلم. أهلا وسهلا، بلك الألماني مش سيارات. هم ألمانيا بهمهم رأيك كتير، هم رئيس ألمانيا قاعد عم يعمل لك هيك صح، والحكومة الألمانية فايتة على تليفونك بدي أعرفوا رأيك. يا عمي شوف، أنا القهوة بشربها وسط، شوف الشباب كيف قهوتهم، يلا يلا نط من هون، يلا 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 أخلص. خوي وين كراجك في الشارقة؟ صناعية 4. هل ستنخفض أصاصي؟ قلينا عن أبو أم المدارس اللي بتدرسوا فيها يا زلمة، شو هذا؟ ستنخفض بالضاد؟ ليش ما تفتح كراج في تونس؟ في تونس والله، تونس الخضراء. ايش انسب سيارة لعواطلي؟ هذاك سيارة صغيرة ياباني، كورولا، لانسر، صني، تيدا، هاي السيارات الصغيرة هاي. عاطل عن عمل صح؟ مرسيدس 2009 M272 صدر حمامة. المكان في ليبيا اسمه صدر حمامة، عمري ما سمعت في ليبيا مكان اسمه صدر حمامة. ده صدر حمامة ولا صدر وزة؟ W211. شو أفضل الزيت لإلها؟ 5W40 الزيت تبعها لليبيا، 5W40، 5W40 ماشي. فلتر الزيت بتغيره كل مرة بتغير الزيت فلتر معه ماشي. انا عندي جي كلاس ولاند كروزر وباترول، شنو تنصح اخذ بعد؟ انت القهوه لسه هاي القهوه خلصت، انت لسه ما جبتش قهوه ليه يا ولد؟ احلام اليقظه يا عمو يا حبيبي، استرزق واشتغل وقول يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم، وجيب لي القهوه وخلصني منك. عاد تقعد تهلوس، ايش اجيب لك بعد؟ جيب لك يخت، اليخت عم قاسك منيح. ترونا اللي بيسأل على سيارة خصوصا هايبريد وقرف كهرباء، هذا مكان الاستعمال ضروري. لا قبل شوي بيقول لك انا امكانيات الماليه ضعيفه، اشتري لك حمار، احسن حمار حقه $30 ولا زيت ولا فلتر. عن جد عم بكلمك، وربطه برا البيت الصبح بس ليك الهديه تبعيته ديليفري، تنظفها وبتركب على دار وبتمشي، مش عيب. اللي ما عندوش ما يلزموش، ما عندكش فلوس ايش تركب سياره؟ رئيس السويد بيروح على شو اسمه بالبسكليت، مين انت يا لا تركب سيارة؟ جيب لك حمار، احسن حمار بسو $30، هذا احسن حمار، في ب25 في ب$20
نصكم. بس انت بجيب لك حمار كويس $30. اذا سمحت LR3 وين حبيبي؟ وين يا غالي؟ وين يا مرسي على الورد يا حبوب؟ هاي اول وردة تيجي يمكن من اسبوع. جفاف صحراء انا عندي. ما انا مش من جماعة ال لا يا معلم. طلع لهم غنتوت طالع قدامهم. مرسي انا مولتش هيك عشان تعطوني ورد والله. بس انه يعني الجفاف مرات مؤذي. افضل مصنع للزيوت حسب خبرتك. شوف معلم، موضوع الزيوت موضوع كبير، وفي داخل سياسة، وفي داخل اسهم وستوك ماركت، ومواضيع سياسية داخلة فيه. مرسي حبايب القلب، حبيبي يا فهد، حبيبي يا نعيم، فهمت علي؟ وشركات بتبيع وشركات بتشتري، وشركات بدهاش تبيع بيعملوا عليها ضغوطات لتبيع اسهمها. فاليوم مثلا شركة كاسترول كانت منفصلة، امبارح كانت موبيل ون مشتريتها، امبارح موبيل ون باعتها بريتش بتروليوم اشترتها. فانت ما فيك، فهمت يعني؟ هو الطربوش انت لابسه، بس اللي صنع الطربوش او يلبسك اياه بيتغير كل مرة. انت الاند يوزر او انت المستهلك، المستهلك هو اللي بيلبس الطربوش، بس مين اللي بلبسك الطربوش؟ الله اعلم. انا مش عم بتمسخر، عم بتكلم عن جد. كل يوم بيتقلبوا رؤوس الاموال والشركات القابضة اللي بتمسك الزيوت. سياسة، الصين ضربت لها درطة، دفعت لها فص من هون، 5 شركات انباعوا من هون. امريكا زعلت، نزلت مش عارف ايش، اشتروا شركتين. يعني فانت اخر شيء تلبس طربوش، فخليك بالسبكس وخلص. يعني خليك على قد قدامك سيارتك، مش شركات زيوت وما شركات وثقوب سوداء يا ثقب اسود. انت تسلم. زيت نفطال في الجزائر احسن زيت. كيف ايامته انت خبير مختبرات بتروكيماويات؟ انت خبير زيوت حضرتك، ولا بتفرط مواتير، ولا شغال ريسنج؟ كيف عرفت انه احسن زيت يا جزائري؟ انت عارف انا فلسطيني، بحب الجزائريين. ما تخليش انفخك عند الليل، بنفخك اول يوم بالسنة الجديدة تصير بلونة. قعد عاقل. اهلا سلمان سمسم، اسم مميز. CL65 AMG 2008. ايش 65 V12؟ ايوه. شو اكثر الاعطال تنصح بالسيارة ولا لا؟ الله يا معلم، هاي سيارة وحشة بصراحة. بس شو بدك فيها في الامارات؟ شو بدك فيها؟ يشرفك في شارع حتعرف تدعس فيه. طب انا بجيب في 12 هون بلبنان، في مليون طريق اسكر العداد. اي نعم كل حفره بيوقع فيها ديناصور، بس في اماكن بتدوس. امارات درونات وكاميرات حراريه ورادارات وسيارات شو بيقولوا هذول مختفيين، عاملين سياره مدنيه وفيها كاميرا. ليش بدك تجيب سياره في 12 مش قادر تدوس فيها ربع دوسه؟ لشو؟ يو جات، شو الفائده؟ مفيش فائده. امارات تركب فيها صني او تركب فيها تيدا. يعني اذا بتشتغل انت بالامارات بدك تكون هندي، هندي، فهمت علي؟ لانه مفيش مكان تسرع فيه، مفيش مكان تصف فيه سياره، مفيكش تسوق السياره زي الناس زي العالم، كله مخالفات ورادارات وسالك ومش عارف ايش فهمت علي؟ انا كرهت السيارات هناك والله العظيم. كل ما امشي مشوار ألف درهم مخالف. شو عم ببيض ذهب انا قاعد عم ببيض ذهب انا؟
ما بنصحك فيها. فودي صديقي تحكي لنا عن شو عن مرسيدس اللي هي ال 220 55 سوبر تشارج، بعرفك شاطر فيهم اذا سمحت لنا، ولا شاطر ولا بفهم فيهم. هاي اول شيء. ثاني شيء اي موديل السياره، اي سنه، اي سنه يا نصكم اللي بعده. زيت زيتون احسن زيت. ايوه طبعا. من ايش انت شايفه؟ سبحان الله، فرخ البط عوام. واللحمة بعجين عندكم كيف يا ابو زيت زيتون؟ ها عندكم لحمة بعجين؟ مخسي ترمينيتور. الله على ايام الله ايام التمرينات. جنوب ليبيا ايام اكثر اعتمادية، الاي 36 ولا سي 200؟ سي 200 هرم بالهول حبيبي يا تكساس. كيفك بميكانيك الديزل المرسيدس في لبنان؟ انا عندي فكرة عن الديزل بس خبرة ما عندي فيهم، والله خبرة بالمواتير ما عندي. فهمت علي؟ انا بقدر افيدك فيها السيارة، بقدر اعملك انسبكشن، وبقدر افك لك قطعة واركب لك قطعة، وبقدر اجيب لك حتى كمان معلم ديزل يفحصها عندي. فهمت علي؟ بس انه انا متخصص انه شاطر يعني مثلا بالديزل، لا والله. معدات مثلا بتلودر ومش عارف ايش، هدول اوكي، هدول الكمبيوتر بفوت عليهم بيقول لي مثلا شو المشكلة. فهمت علي؟ بس مطور ديزل دخان اسود بيصرف ديزل كتير، بتقطش بفوش حيل في رجة، هذا هياخد مني وقت طويل انسبكشن. على العموم، في اذا بدك انت، اذا انت مهتم، في عم ابو هيثم هو سوبرفايزر تبع مواصلات بيروت، هون كل سياراتهم ديزل. اذا انت مهتم بعطيك رقم تليفونه، هو عنده، هو المسؤول على مركز الصيانه، كله ديزل عنده، اكيد اكيد راح يفش لك المشكله. اذا لك مصلحه رد علي خبر، بعطيك الرقم تبعه. لقطة هي، بس لقطة بس دقيقة بس يا شباب. على طول ببيروت؟ لا انا بالعرض ببيروت مش بالطول. اهلا هابينير، اهلا معلم ميلاد يا حبيب قلبي، وين محلك بلبنان ان شاء الله؟ غازية اوتوستراد خط السريع حبيبي يا كوكو، سعد لي مساك. والله عندك حق، عندي فورد فيستا 1.4 بالإمارات، برافو عليك. هاي سيارة كان عندي فورد فوكس، أنا هاي سيارة تركب معلم باركينج، تتخالف بتركب في 12، تعرف هاي عملت لها هيك شوي معلم، مش عارف شو تقول لك. الغواص الزرقاء بتعرفها، كنا نحضر احنا صغار، طيارة معلم هاي. ايه والله حرام تحط تحقق بسنة واحدة مخالفات، حرام.
بيعمل لك شارع عرضه ست حارات، عرفت عن ست حارات، وهي أصلا صحراء، صحراء بس وشارع، يعني هون صحراء وهون صحراء وشارع ست حارات. بقول لك السرعة 80، أحا 80. طب ليش 80 يعني؟ 80 الماكسيموم سبيد 80، عرفت علي؟ وصحراء مش شايف شيء أنا، بس تراب نون وتراب نون، 80 امشي. خليني ساكت يا عمي. اهلا، ايش افضل سيارة شباب مرتفعة فخمة بدون اعطال في السعودية؟ خد هاي البرادو الليكزس. تنصح بجيب جراند شروكي V8 موديل 98، حلو. اهلا وسهلا. تنصح بزيت موتول روعة. سيارة فولفو V40 2004 بالسويد بنزين، تطلع دخان ابيض من الاكزوست، شو السبب؟ وهي باردة ولا على طول الكولن بينقص معك؟ مي بتنقص معك؟ برادو الاكزوس هاي عالية وصالونها حلو. حطيت سبورت على سرعة خربت الكمبيوتر، صفيت سي 180 اي ام جي 2015 في اسطنبول. راح السؤال يا ما كملناش قرايته، مين اللي شاله؟ ليش شلته يا حفناوي؟ طب شو بينقص معك؟ شو ريحة البخار الابيض؟ ريحته زيت ولا بنزين؟ اوريون 2011 في السعودية، كويس. موديل 2014 في الامارات الار 4 حالة ممتازة، هل تنصح بها؟ وخبرني عن اللاند روفر. لا ما بنصحكش فيها، بنصحكش فيها انساها. حطيت سبورت على سرعة خربت كمبيوتر، صفيت سي 180 اي ام جي 2005 رجعت شغلتها مش الحال. ما تعملهاش مرة تانية وانت ماشي على سرعة، منيح اللي ما كسر معك الجير. تحية خاصة من بيت لحم. على رأس الغالين. في مسيار ندفع مصاري. شو مسيار يعني؟ شو مسيار؟ شو مسيار يعني؟ شو عم بيحكي هذا؟ قولولي شو عم بيحكي، عشان إذا عم بيحكي شيء هيك ولا هيك أنفخ أمه هسا. شو عم بيقول؟ شو مسيار يعني؟ أنا غني شغالة جوا، غني شغالة هون. أزيرا 2014 في إمارات كويسة؟ نعم. مسيار يعني زواج بالسر. أنت داخل عم تدور على زواج؟ يعني أنت مثلا مفكر إنه هون كله صبايا أنت؟ انت بتعرف لو تفوت تشوف الجمهور اللي عندي يمكن ياكلوك. جمهور ميكانيك وصناعيات هتنفخ. فكر حق دخل عند صبايا انت وبندفع مصاري، ميتين على فلوسك يا زبالة.
بس الله يستر على اخواتك، بس الله يستر عليهم. انا بقول لك الله يستر اخواتك، بس الله يستر اخواتك بس. بدناش نقول كلام تاني، في قريب 500 واحد عم يتفرجوا. الله يستر اخواتك. شفت علي؟ هون جمهور صناعيات يا معلم، تعرف لو توقع بيناتهم بياكلوك، بينتفوك نتف. تعرف كيف الضباع بياكلوا الفريسة؟ يخزقوك تخزيق. هدول اللي شايفهم هون، ما عنديش نسوان، انا نسوان ما عندي. سنة خير علينا وعليك يا حبيبي يا رواد، الله يبارك فيك على الجميع ان شاء الله، جميع الحضور المحترمين. شكرا يا اكس زد. سوناتا هايبرد موديل 2017 تنصح فيها استخدام شخصي بالاردن؟ ايوه حبيبي. سوناتا يا معلم، يعني مش محتاجة سؤال. سوناتا أزيرا، هاي السيارات العملية شعبية يعني. يعني لما مؤاخذة مش عم تسأل على مازيراتي مثلا، انت C12 فهمت علي، ولا عم تسأل على بوغاتي تشيرون، اذا حابب تعرف انه في خبايا عم تسأل على سيارة شعبية يعني. يعني بعمل انا هيك، بينزل من تحت شو اسمه، بينزل اثنين منها، بنفط الصباط بينزل لي اربعة سوناتا منه. عم تسأل على سيارة شعبية يا حبيبي. يا حبيبي انت حسيش انت عم تسأل على طيارة، مش طيارة عم تسأل عليها. انت تنصحني بفورد فيوجن؟ فورد فيوجن منيحة، فورد فيوجن ايوه، مش مكلارن F1، فورد فيوجن. حموني تسلا. يا حبيبي افضل الزوجة للجي ام سي السوبربن بدل 95 2050 ولا 10 30؟ حطلها 2050. شو اسمه، مينرال اويل. مينرال اويل، فاهم علي شو عم بقول؟ مينرال اويل، بتحطلاش سنتاتيك اويل. الناس اللي راكبة سيارات قديمة تحت الـ2000 اوعك تحطلها سنتاتيك، هما سنتاتيك مش لقيلها هذا الزيت، فهمت علي؟ حطلها مينرال اويل او الزيت احفوري. اوكي، يا راجل ليش اسلوبك هيك؟ هيك اسلوبي انا، لك شي معي اخو مرأي انت؟ هيك انا اسلوبي في لايف ميكانيك. داخل عم بياكل خرا ليه؟ بدق الباب يسمع الجواب، بعدين احنا ما غلطنا فيه، قلنا له يستر على ولاياك، يمكن اول مره تنقال له بحياته. هذا مين اللي عم بيغني جوا؟ كريس ديبرغ. مرحبا استاذ، انا موظف بالعراق، احتاج سياره توصلني للدوام باي نوع من البي ام دبليو او المرسيدس؟ ما شاء الله، خدك مرسيدس اي كلاس. اي كلاس مرسي يا رواد حبيبي. ما ردت على سؤالي 1900 يا احمد، شو سؤالك حبيبي؟ يقولون 2050 ثقيل على الأمريكي، ومكتوب فيك تحط له 10 30، بس في نقطة، السيارة بدك تحط له الأديتف تبع الوينز، هذا اللي هو بنحط للسيارة اللي ماشية فوق الـ100,000 ميل. السيارة الماكينة لما تمشي أكثر من 100,000 ميل، في دواء بحطوه مع الزيت
مرة واحدة بالسنة، هذا كويس لأنه ما تاكلش زيت السيارة. ماشي، بدك شغيلة إن شاء الله، بس نفتح ونشوف الأمور بس أحكي معكم. أنا شو رأيك صناعة البورش؟ البورش هي الجواهر الموجودة على التاج الألماني، هيك هم كاتبين في الانترنت. لا مش اويل تريتمنت، لا مش اويل تريتمنت، هذا تريتمنت للمكنة نفسها، بنحط مع الاويل. عندي تراك هوك الف حصان، الله اكبر، جيش من الاحصنة عندك، كل ما اريد ادوس يقطع الجيش. شو الجيش هذا كمان؟ وكل البكرات تمام ما فيهم اي شيء، شو هو الجيش هذا؟ شو اللي بنطع معك؟ الصراحات انا ما بعرفه، يا قول لي اسمه بالانجليزي يا قول لي اسمه باللغة اللي بنفهمها. مرسيدس سي 203 2004 2600 سي سي استخدام فلسطيني، حلوة بتجنن. السير اللي برا، السير اللي برا ولا السير اللي برا ولا التايمينج اللي جوا؟ جايش الاشاط تبع السوبر تشارج، يعني مش جاي من السوبر تشارجر. كيف اجد هذا اللايف على اليوتيوب؟ هذا اللايف لا يوجد على اليوتيوب يا صديقي، هذا اللايف فقط الى جمهور التيك توك النصكم. تسلا موديل 3 استعمال ابو ظبي، حسنوا عليها كتير هي، بس لسه نصكم من السيارة. شو رأيك بانفوي 2005 جي ام سي استعمال لبنان؟ كويس، هذا زي الدبابة بس مشكلته بيشرب بنزين كتير. مصطلح غلط اصلا، وين قصد الجيج؟ الجيج بيقطع ولا البلت بيقطع؟ الله دوختوني يا جماعة. ليش عم تسأل على اللايف هذا يا وهبي؟ مهتم له انت اللايف هذا؟ بينزل عندي انا في الاستوديو، فين انا اعمل له داونلود وارفع واعمل له ابلود على جي درايف وببعث لك اللينك عادي، بتعمل له داونلود عندك عادي. يعني في كتير ناس بيطلبوا مني انه اللايف هذا بس نزلنا يا لو سمحت، فبنزله بعمل له ابلود عندي بالجي درايف وببعث له لينك منه فبنزله عنده. فين اعمل لك هيك اذا بدك؟ الرابتر يشرب بنزين، هذا عامل زي المرأة اللي بدها تتجوز وخايفة تجيب أولاد. رابتر أكبر فئة بالفورد وعم تسأل على مصروف البنزين؟ يا عمي روح خد لك صني ولا خد لك سيارة على قدك يا عمي، هاي مو الكلمة، تتعسش تعس أكبر منك، عدي حافك من إجريك. أسئلة زي هاي يعني بتخلي الناس تستحقرك، والله العظيم الناس تستحقرك. انا بتكلم معك هسه بجد، انا ما عم بحاول اني اهين اي حدا، بس انت لما تيجي تقول مثلا معي شو رايك في المزيراتي، بس بالنسبه لمصروف البنزين كيف المزيراتي؟ يعني اللي قدامك بيستحقرك توع من عينه، انت جاي تسال على سياره حقها 200 الف دولار وعم تقول لي مصروف بنزين؟ فهمت علي؟ ولا ام باور تقول لي كيف مصروف بنزين تبعها؟ خلص اذا بهمك مصروف البنزين، في سيارات نصكم لمصروف البنزين، ما فيها ولا اوبشن ولا شيء، بتعمل حادث بطلعوك نصين منها كامري. الكابلك سيارة نصكم اذا انت شايف حك نصكم. ماشي، انت بلبنان حبيبي. في 6 برادو 2007، ماشي حالك كويسه بس تشرب بنزين.
اعطينا السر عنايتك بالشعر. تقدرش تطلع هيك؟ ها هو مش لمعلم والله، انا ما بعرف، بس خليك طبيعي عادي يعني، اطلع قدام الناس بشخصيتك انت اللي افت علي. بس انت بتخاف تطلع من ورا الشاشه وما عندك الجراه، نو كاريزما نو كاركتر نو اني ثينك ناثينج. بس معلم حبيبي، انا بالنسبه لي انا ايام وات ايام يعني، فهمت علي؟ لا بيهمني تبيض اسنان ولا اعمل شفايفي زي ال انت نافخ شفايفك، حاطط بوتكس؟ اكيد حاطط بوتكس صح؟ زارع شعرك؟ شوف كرشتي واصلع. قديه عم تفرجوا علي؟ 550. لو تجيب ملكة جمال ما بتجيبش 550 واحد تفرج عليها. مش كل اشي بالشعر يا ها؟ خليك زلمي. انا مش فارق معي اصلع مش اصلع، انا وات اي ام وات اي ام وخلاص. اي ام وات اي ام، انا هو انا. ليش اقعد الف وادور واطول شعري وما اطول شعري واعمل اشكال اتخبى ورا؟ يس اي ام وات اي ام. احترم الناس اللي معاها سيارات على قدها، لازم تقدر ايش نصكم. والله انا احترم عقليتك لك، ما ينفع يا معلم. والله يا زعيم يا 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 حبوب، انا ما غلطت عليه. انت لما تيجي تسالني سؤال تقول لي شو رايك فورد رابتر، انت عارف شو يعني فورد رابتر؟ حامل الطيارات يا زلمي، زي حامل الطيارات الامريكيه هاي، دبابه الا ربع. تيجي تقول لي مصروف بنزين؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه، سؤال وقح جدا هذا، فهمت علي؟ انت اذا شايف انه انا مش اسلوبي مش مناسبك تقدر تنسحب من عندي. انا عارف حدودي كويس، حدودي انا عارفها كويس، ويومك ما اغلط انا بعتذر. ولكن في ناس بيستاهلوا يتبهدلوا، فهمت علي؟ يسالك عن مزاراتي يقولك مصروف بنزين تبعك كيف؟ شو السؤال المتخلف؟ سياره حقها 200,000 دولار تقول لي كم مصروف البنزين تبعها؟ انت خليك تابع القناة واستفيد بالمعلومات. وشو بدك بالاسلوب وما الاسلوب؟ عرفت كيف؟ احنا مش عاملين دروس اخلاق هون. هون ميكانيكي شغال في الصناعيات عم بجاوب اسئلتكم، لا بدي اياكم تعطوني تنظروا علي محاضرات الاخلاق وما الاخلاق، وهذا كله هذا كله بمسح فيه من ورا كلام هذا، اعطيك اياه من الاخر. انا هون جاي اساعدكم في مشاكل سياراتكم حبيبي، فهمت علي؟ اذا عندك انت مشكلة مش قادر تفهمها في سيارتك، او في شيء حاول بتحاول تتجاوز او ما تتكلفش فلوس فيه، اخوك موجود. اما تيجي تقول لي بينفعش وما بينفعش، عرفت كيف؟ انا هحتفظ بالرد، الرد موجود، بس المره هي مرق لك اياها، لكن مره تانية ما راح اسمح لك انك تتدخل باسلوبي. هذا اسلوبي هو اسلوبي، مش عاجبك الله معك، طالما انا عارف حدودي كويس، فهمت؟ عندك اي سؤال اسال في الميكانيكو بس، ما تحاولش تطلع برا الميكانيكو وتصير تتفلسف علي تعطيني محاضرات وكيف اتكلم وكيف اكل خرا. هون في اسئله ميكانيك ما عرفتش اجاوبها، قول لي عني، قول عني انا نصكم وما بنفعش، فهمت؟ بس الاشكال الوقحه انا بعرف اتعامل معها كويس، وهذا مش شغلك هذا، اوكي؟ عندك سؤال ميكانيك تفضل يلا. لا والله انا مش معصب، لا والله انا مش معصب. تعرف انا امتى بكون مبسوط وبطلع من اللايف حاسس بالسعاده؟ لما احس ان انا حليت مشاكل سيارات كتيره. ولكن لما كلها اسئله تافهه وفزلكه وفلسفيات وهذا، بطلع منزعج يعني، مش عشان شيء. ما انا عم بسمع ميوزك، ها بسمع ميوزك ورايق وطابخ وفي طبق مرتب مستنيني، ولكن انا اللي بتضايق انه انتم مستفدتوش. انا بحب افيدكم. على راسي يا حبيب قلبي، يسلم راسك. شكرا على الورد وشكرا على الشير.
قدين نصكم عملوا شير اليوم؟ ناسا بس أشوف قديش عاملين شير. لا 116 والله. أنتو صارين عساسيل ها؟ عم تخلوني أحبكم يعني غصبا عني يا حبايبي. والله شو طابخ معلم؟ والله عامل برجر يا معلم. برجر 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 وخس وبيبسي وبطاطا والأمور كلها على الطاولة مستنيتني. عم بايسم يسعد مساك يا معلم. سيارة الأوتلاندر صار بدها ايديك الحلوين. تكرم عينك يا حبيب قلبي. احنا بعدنا عم نظبط بالكراج بس اذا هذا احكيني بكرة. انا بكرة بكون بالورشة. احكيني بكرة مرق لي السيارة خلنا نطلع عليها. حبيبي عم بايسم انت ومنا فرصة الواحد يشوف الوجه الحلو كمان. اودي 2009 كيو 7 فيها حذفة على اليمين. سويت شو؟ سحقية؟ شو سحقية يعني؟ الاينمنت تجليس ولسه فيها حذفة. شغلتك ميزان حبيبي. ميزان الكتروني. هاي السيارة اللي معاك كواترو دفع رباعي. بدك تاخدها على ميزان وبدك السيارة بس تمشي تروح وتيجي على الليزر وتحرك الستيرنج يمين ويسار ليشوف الميزان أبعاد الستيرنج تبعها الكونكتنج رود هذا اللي بتطلع بتزيح الستير الدولاب بتصير تزيح وياك وتشده. بدي يشوف مسافتهم. فهمت علي؟ ويفحص البوشنج تبعها. هون بيقولوا البيضات أو البقات البوشنج تبع الشيالات الكنترول أرمز المقصات. ماشي؟ افحصهم كلياتهم بيبين معك. مساء النور. سي ار في 2010 اعطيني رأيك فيها. كويسة سيارة عائلة متوسطة صغيرة وسيارة اقتصادية. ممكن توضح لنا علاقة زيادة الكمبريشن ريشيو بحرارة المحرك خاصة بعد خرط راس المحرك أو البلوك؟ سؤال كويس. أنت بتعرف أنت أنه في عندك الكمبريشن بيمشي على ريشيو صح؟ في عندك ملي سكند. بدي أجاوبك بسرعة لأنه في كتير أسئلة. في عندك هواء بيفوت بالملي جرام تقرأ ساعة الهواء. الاير تمبريتشر سنسور بيعطي درجة حرارة الهواء للكمبيوتر. الكمبيوتر بصير يعمل عملية انه ايش انه يعني استيميشن انه قديش الاكسجين دنسيتي قديش على حسب حرارة الهواء. يعني مثلا حرارته 18 مفروض دنسيتي تكون مثلا 20%. حرارته 20 مفروض دنسيتي تكون 18% هيك يعني. بفوت فوليوم. الفوليوم محسوب عن طريق الهوت واير الايرباس فلو سنسر. هاي طبعا نشرح كيف تشتغل. تفوت على كومبشن التشامبر معروف السايز الكباسيتي تبعيته او الفوليوم. وعندك البخاخات الانجكترز بيرشوا بالملي سكند. كله بيعمل كومبشن ليجيب الريشيو اللي هو مطلوب من السيارة بحسب حرارة البلوك. وبيطلع الغاز المحروق. البنزين مش محروق بنعرف وين الاكسجين سنسر ببين انه فيه لسه بنزين زيادة. الكمبيوتر بروح منزل من الفيدباك. هيك انت فهمت؟ طيب السينر هيد اسر. لما اسر شو اختلف الكمبريشن؟ اختلف الكمبريشن يعني الاحتراق فرق. يعني سلندر لوكينج علي. سلندر لوكينج علي شو يعني معناها؟ زاد حرارة بلوك صح؟ بصير عندك سرعة.
اخواننا بالخليج بيقولوا له صرقعة. اوكي بتمنى تكون جاوبت فضولك. مات يوتلاند كروزر موديل 2004 فيها مشكلة في الكورونا السيارة بتاكل لحم العجل. شو بتاكل لحم العجل هاي؟ لحم عجل مين بس؟ مش فاهم عليك. جي ام سي تيران 2012 ترين ضو عندي مانع الانزلاق والاي بي اس. افحص كودات وجيب لي اياهم. اخوك عصام الشوالي. ايوه نعم. كيف عرفت؟ شكرا. وين موجود؟ في لبنان. لبنان لبنان. شوي شوي كوبي بيست يا اساتذه يا جماعه. في برجر مستنيني والله. بدي اقوم عم بتحرقص. عم بتحرقص. هيا شوبكم يا جماعه. في ناس والله مضطره. بلاش كوبي بيست بالعربي. روح تعلم انجليزي ولا هل تعلم العربي يعني. قارئ الاقراص ولا الحذافه. يلا يا عمي من هون. يلا انت جيب لي شاي بس. جيب لي شاي معلقتين سكر. يلا قلب العربي يعني. افحص كمبيوتر جهاز هذا اللي بيحطوه على السيارة وبيطلع الكودات. افحصه. جاوبني. قل لي يا عمر خلي لك اياها الأمورة الصغيرة. جاوبني. شو يا حبيبي لحد صورة بنته YTF 888. شو سؤالك كان؟ مرسيدس 2000 إزالة الترموستات هل مناسب في الخليج؟ لا. في فضاوة بالمقود i40 2012 هيونداي. مدام هاي السيارة اللي عندك i40 الستيرينج تبعها موتور. فأنت عندك تو ستيب انسبكشن. الانسبكشن الأول هو الستيرينج كولوم اليو جوينت. ستيرينج كولوم اللي هو قصبة الستيرينج. القصبة يعني بتكون مربوطة بالستيرينج الحديدة هي اثنين وبيناتهم مفصلية. في مفصلة بيناتهم لأنه هي بتكون عام يعني الستيرينج هيك بتكون نازلة وبعدين نازلة هيك لتحت. ففي مفصل بيناتهم. المفصل هذا يكون في فضاوة. هاي أول خطوة بالإنسبكشن. كيف بتنعمل؟ من تحت السيارة بتتثبت الماسورة اللي من تحت ومن فوق بس تحرك الستيرينج. إذا تحرك فوق يعني معناها عندك فضاوة وين بالجوينت اللي من فوق. أوكي؟ إذا ما تحركت معناها عندك فضاوة في الماتور الكهرباء. بتغير الماتور كامل أو يتصلح من جوا. بيكون اللوك مكسور أو في شيء فضاوة جاب. بيقولها جاب. GAB. GAP لتحت. ماشي؟ هاي أسئلة كويسة. نخلي لك الأمورة الصغيرة. تفرحوا فيها يا رب. شكرا يا حبيبي. شكرا يا انس. الهيدر بيزيد سحب البنزين. بالعكس بالعكس الهيدر بيزيد توفير البنزين وعزم السياره. الهيدرز بيزيد الفاكيوم جوا الماكينه. الفاكيوم بيزيد جوا الماكينه. شفط الهواء بيزيد الهيدرز. فبتلاقي لما تحط هيدرز بصير صوت سياره تشرق شرق هوا. مرسيدس ما بتشتغل ولا فيها دقت ابدا والبطاريه شغاله. ايش السبب؟ بتحط المفتاح بيضوي التابلو. رد علي طبعا مرسيدس. فورد اسكيب فيها صوت اول ما تولع بعدين بيرجع الصوت عادي لكن يطلع مره واحده. قالوا من الكربون. كيف الصوت؟ صوت جنزير
بروح رايح الصوت. لا هذا من الزيت من البوليز. شكرا على الورود يا حبايبي، شكرا شكرا على الشير. كيف اعرف ان عندي مشكلة في كرسي الماكينة؟ بالنسبة لكراسي الماكينة، اذا السيارة دفع امامي طيب هيكون واضح معك في القومة، بالقومة والتخفيف السرعة والرجوع وتركب ار ببين معك انه في فضاوة وهزة. مرسي يا حبيب القلب. اوكي تقدر كمان تفتح الغطاء وتدعس برجلك اثنين، واحدة على الفريم عدد الفرامل وتحط دي، وبرجلك الثاني تعطي شوية بنزين، فهي الموتور هسه يطلع من مكانه. مش تعطي بنزين كتير، شوية لحس لبنزين بس تعمل هيك، تحط ار تروح بالعكس بترفع، فيبين عليك انه انت انه 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 الكرسي الكرسي الموتور مكسور، الموتور بيطلع لفوق وبرجع بيضرب فيه. شو رايك في السكوتر بشكل عام؟ فوكس فاجن معلم، فوكس فاجن كلون. عندي رانج روفر 2012 سوبر تشارجر، 8 مرات يصير عندي من ادعس بنزين ما تمشي، لازم اطفي السيارة شغلها ترجع طبيعي. طيب اوكي فحص الكمبيوتر. عندي E46 330 CI، عليها SMG تبع البي ام دبليو، شو رأيك فيها؟ خلي بالك ترمبة الزيت تبعيته، عندي واحدة في الورشة انا هسه 330 بكون وارد كندا. ايه الجير تبعها كتير قوي، نفس الام 3 صح، SMG هذا في كلتش نفس الكلتش الجير عادي، بس في ترمبة زيت هي بتزيح وبتودي. ترمبة الزيت وخزان الزيت خلي بالك دايما يكونوا مليانين، اوعك تنقص، لو نقصت وضربت الترمبة بدك تغير جير كامل، فهمت علي؟ والكلتش بيحترق لانه بعش تقدر تسحب الترمبة، ضل يحف سيعمل لك ريحة وبروح الكلتش. تراك هوك استعمال يومي في الخليج، والله إذا بتقدر على مصروفه وصيانته ليش لا؟ شو رأيك في السوبارو؟ أسبوع اللي فات عملنا حلقة حبيبي، مرسي مرسي يا حبيبي، مرسي مدام. الأسبوع اللي فات عملنا حلقة على السوبارو، اللي بدي يحب يشوفها على اليوتيوب اسمها جراج تيوب. أوكي مرسي مرسي مدام. وانت طيب يا ريان حبيبي، شكرا. كل كم واحد لازم يغير بطارية السيارة؟ مفروض كل 3 سنين. هسه الحين انا بدي اغير بطارية سيارة البي ام، مع انه شغالة البطارية ما فيها شيء، بس انا بدي اغيرها لان انا عارف البي ام دبليو البطارية اذا الانترنال ريزيستنس زادت شوي ببلش تعملك اعطال كهرباء في السيارة. فهسه انا بشيلها بحطها على الجاكور. الجاكور انا عندي 95 دقة قديمة، يعني مش فارق الكترونيات فيها، بس هاي البي ام الثانية اللي عندي كلها الكترونيات وعاملة زي الانسان الالكتروني. فالبطارية صار عمرها 3 سنين، بس بدي افكها احطها على الجاكور واشتري بطارية للبي ام دبليو جديدة. بكفي بكفي يا مدام. هل بيأثر اذا ما صلحت ليك الاكزوست؟ اذا ليك الاكزوست قبل الاكسجين سنسر لازم تصلحه من ورا عادي، صوت ازعاج بس بيعمل. مرسيدس ما بتشتغل، الله يعافيك الله يعافيك يا مدام. مرسيدس ما بتشتغل ولا في، قلنا لك بس تحط المفتاح بتضوي بدوي. هنا جاوب السؤال وقوم، انا بدي اكل. عندي اكسبيديشن 2014 اسمع فخيم مويه في السياره ارتفعت عليه الحراره وقال لي غير الرادياتر. حبيبي
شغل الهواء، الهواء السخن جوا بتصير تقلب المي، هاي هواء جوا الهيتر الصفاج. حبيبي سليمان، حبيبي يا غالي، كيف لبويك؟ ابويك قديم بيوك، في احلى من هيك يا معلم؟ سيارات بتجنن، السيارات الامريكيه القديمه روعه. انا اجتني كاتلك الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا، كاتلك موديل قديم، هاي كاربريتر مع بخاخ، نظام معقد كتير يعني. كيف كان فيها مشلف الار بي ام، فعملنا لها سموك، سموك ماشين، نبين فيها تهريب، ضبطنا التهريب، فكينا هاي الفيول ديستربيوتر، نظفته، عرفت علي؟ السيارة هسه شركة، بتحط ار، بتحط دي، ما بتخبطش، شركة. تخيل كاتلك كونكورس ماشية، ماشية 90,000 بس، شركة لبنانية يعني، من شركة كاتلك هون لبنان، وده يمكن 91، ماشي بس 90,000. هل سيارة فوكس فاجن الجديدة تنفع؟ أي موديل يا معلم؟ خير ينور، شل أمور ينور، شل مداير، الجو باهي، مرسيدس ما بتشتغل فيها دقة، البطارية شغالة. انت عم تعيد السؤال، عم بقول لك بدوي العداد ولا ما بدوي؟ بس تحط المفتاح تعمل له هيك بدوي العداد، بس السيارة ما بتشتغل. رد علي يا أخي، هاتولي الكلب ده، هاتولي الكلب ده، مش انت عم بحكي هناك، هاتولي الكلب ده، هاتولي الكلب ده حبيبي. خيري عارفي شو جو الخدوري توا، وانت مع المرسيدس. ما علبة المساحات بينقص مع عدم وجود تسريب، شو السبب؟ فراري اف 8. هاتولي الكلب ده، هاتولي الكلب ده، هاتولي الكلب ده، سوري بس دقيقة بس، هاتولي الكلب ده، هاتولي الكلب ده. ايش حبيبي كان سؤالك؟ فراري ماشي. نايت فيفر، انا فتحت غازية اوتوستراد، هاتولي الكلب ده، هاتوه، انا هنفخه. السيارة بتضوي طيب، الستارتر المرش وصلت له كهرباء من برا، لف نايت فيفر، نايت فيفر. شو نوع الزيت تبع الاس ام جي؟ اس الاس ام جي هو زيته نفس زيت الدفرنشل، بس انا مش متاكد، مش متاكد انا يعني 100%، فانا افتح لك بس الويب سايت. الاي 46، لحظه بس، اي 46 موديل قديش اي سنة؟ شو ركي على السيستم؟ موديل اي سنة السيارة اللي عندك حبيبي؟ 2003؟ الاس ام جي بي ام دبليو، اي 46 2004. اوه انا عملت 2003،
فيفا نايت فيفا. مش عم يطلع على SMG. مش لانه هذا مش اوتوماتيك، هذا زي الجير العادي، بس في ترومبت زيت هي اللي بتغير، هي اللي بتعمل الغيارات بين ال هذا. ايه ميرسي ميرسي حبيبي وسيم. هو على العموم نفس الجير تبع الام 3، يعني لو جبنا رقم الزيت الكود تبع الزيت الام 3 هو نفسه اللي عندك صح؟ هيا ناخذ الاي 46 الام 3. ما هي السياره الكنديه اللي عندك انت مش طالعه هون. حبيبي خمسة وسبعين تسعين. هذا اسمع زيت الكامبيو تروس 75-90. الزيت تبع الترومبا لحظة بس دقيقة بس، زيت الترومبا الانترنت ليش بطيء هيك؟ هذا يا معلم البي ام دبليو الاصلي تبع الشركة، ها مش عارف اذا بتحصله في ليبيا الزيت هذا ولا لا. اعطيك البارت نمبر، اكتب بارت نمبر عندك سي اتش اف سي اتش اف 11 اس. هذا الزيت الهيدروليك تبع ترومبت الام 3. طيب جبت لك اياه انا من جوا من شركه البي ام. بعدين اي اكتب اي اس اللي هو الاي اس مش عارف شو هذا، كتب لك اياه 2529956 البارت نمبر تبع الزيت. ماشي هذا الزيت طبعا، هذا اي صورته. عفوا انا اصور صورة انا، شفته هي من فوق اس ام جي هيدروليك فلويد، شايفه هذا هو اصور لك البارت نمبر انت سوي سكرين شوت. اوكي اصور لك البارت نمبر
سوي سكرين شوت. لحظة سوي سكرين شوت. مرسي يا حبيب القلب. مرسي يا في 8. شايفه؟ شو سبب نقص زيت الباور؟ الباور ستيرينج؟ يكون عندك تهريب. حبيبي وسيم شو سؤالك؟ نوبادي. تعرف الدخان هذا؟ هذا فانيليا. شوف فانيليا. سيجار. دقيقة بس. دقيقة دقيقة يا حبيبي. دقيقة بس يا زعيم. ايه وسيم يا حبيبي. والله I love you too. باور ستيرينج يكون عندك تهريب زيت معلم. طبعا الباور ستيرينج اعطينا الموقع عشان نبحث بنفسنا. والله يا حبيبي هذا اشتراكه $850 بالسنة. مش موقع هو. هو اشتراك في تصليح سيارات. اشتراكه $850 بالسنة. بدك تشترك؟ انا عادي بدفع فلوس بس يستاهلوا المتابعين. يعني انا بستفيد بالشغل. عندي هيونداي اكس دي 2002 راكب عليها موتور 1005. بفكر احط عليها موتور 1008. باثر شيء على السياره؟ هيك شغل نصكم انا ما لي فيه. باور انا معاك. بنقص الزيت انا معاك. بس هيك نصكم انت. وين ال بس وينه وسيم؟ خلينا نجاوب بسؤال وسيم ونقوم. يطلع لك كل شيء اللي تحتاجه من الموقع. زي شو مثلا؟ في شغلات ديزل ما بتطلع. بيجو ما فيش. رينو ما فيش. سيارات فرنسية مش موجودة. بس اي شيء تاني بدك اياه لل 2023 حبيبي يا وسيم. بس قولي سؤالك قبل لا اقوم. كله نازل كوبي بيست كوبي بيست. هلكوني يا زلمي. سام بدنا نحل مشكلة C300 2017. لما تجاوز على كل السرعات بتصير ترج ويطلع الصوت. C300 فورماتيك. فورماتيك اللي عندك يا معلم. يا سلام. بي جي زدور. Love is such a beautiful thing. ودي اي 6 فيها نطة في الكامبيو ودي 2008. ودي عند شيخ يقرأ عليها هاي. وين العنوان؟ فورماتيك. فورماتيك. فورماتيك يا حبيبي. انت وين في لبنان يا وسيم؟ هاي مش العويصة والله معلم. انت لاغي شيء؟ لاغي الدرايف شافت الامامي؟ في شيء ضاوي عندك وسيم؟ حل طقة ستيرينج فورد اكسبيديشن 2013. الطقة من وين عم تصير؟ من الستيرينج بوكس نفسه ولا من فوق؟ فعصت عفشة السيارة
فحصت الجنبينات ولا ما فحصتهم؟ فحصت الشيالات اللي هو الكنترول ارمز مقصات، البوشنج اذا مكسور كله اوكي ولا الطاقه بتصير من جوا؟ من جوا يعطيك العافيه بده تصليح. العنوان بالغازيه بعدي ما فتحت يا حبيب قلبي، على اغلب الاسبوع الجاي الافتتاح. عم بركب جكات، انا عندي 4 جكات وفي واحد ارضي، وعم بركب 4 تانين، عرفت يعني 8 جكات، بيكون 9 جكات بالجراج. جراج هنجار كبير، عرفت كيف؟ فمش هينفع تيجوا وما فيش عندي جكات. رايت حبيبي يا وسيم، انت على الاغلب اذا لغين لك الدرايف شافت هتعمل رجة. اذا موجود الدرايف شافت بدنا نفحص السن جير، السن جير اللي موجود بالفور باي فور الفورماتيك يونت الدبل، هاي الرجع على الاغلب من الدبل عندك ماشي. هاي السيارة انا ما فيني، حتى شركة مرسيدس ما فيهم يبثوا على طول انه الرجع شو سببها، لانه بيحط لك كويشنيري في شركة مرسيدس، بيحط لك كويشنيري وامشي انت على جاوب الاسئلة. الرجة لو انت فت على منحنى، يعني انت داخل بطريق دائري ودايس، الرجة بتروح ولا بضلها؟ رد علي، رد علي يا وسيم. شو الطاقية الحلوة يا مهند؟ 911 فورد بورش. اسألني على أزيرة ومش عارف منهاتن وإيش، بس طريقتك حلوة. الرجل بتصير بس على الطريق الخشنة، طريق الخشنة يعني لو الشارع مزبوط، لو الشارع ناعم ودايس فيه انت ما بترجش معك السيارة. ايوه يعني على طريق الشيخ زايد تمام ما في صوت. يعني انه المشكلة هي مشكلة فضاوة، يمكن احتمال يكون عندك فضاوة، يمكن يكونوا كراسي مكسورة عندك، كرسي جير او الدبل نفسه المون تبعه مكسور. افحص كراسي، اذا هيك افحص كراسي ماشي. أراكم معلم ساعدني، بدي سيارة لابني غير البرادو. الله يخلي لك إياه يا حبيبي، تفرح فيه إن شاء الله، تشوفه عريس قد الدنيا. جيب له لاند كروزر، ما أنت مدلعه وجيب له برادو، جيب له لاند كروزر. مرسي يا وسيم يا حبيبي، طريق السلامة يا حبيب القلب. ما احنا قلنا الزيت اللي عم يحط لي بعده بن الزيت الاس ام جي، ما هي زيت الاس ام جي يا حبيبي، هذا تسلم يا امر. اذا بركب الموتور ركبه، بس انا شغل النص كم هذا ما لي فيه، اشيل الموتور وحط موتور مش لإله ماشي. من بعد امرك دول ارباك، شو السبب؟ اذا البطاريه ضعيفه او اذا في ولد نطله عشان واحد من الكراسي او الشاط عندك مش ظابط، افحص كمبيوتر ببين. شو يا ابو ظاهر، يا سامي يا فهم، انا شايف انا عم تندهني. اوكي ما انا اسمي سام، بس شو انت مشغل اغاني بيتجيز؟ انا هون عم بسمع جاز ميوزك وعم بحضر لحلقة جينيسيس بنعملها لاحبابي على اليوتيوب. اوكي ب
بس كنت جوا قاعد عم بسمع حاطط بلاي ليست حوالي 300 غنية وكنت عم بسمعها جوا، فاجيت هون وشغلت اغاني وتركت هذاك شغال. انا بحب الميوزك كتير، عرفت علي؟ بيت بدون ميوزك بحسه ميت، بيت اموات. اهلا وسهلا، بدي اتواصل، مهم ضروري. لشو؟ بخصوص شو حبيبي؟ تصليح سيارة؟ تصليح سيارة بعتذر منك. شو بدك تواصل بخصوص شو؟ تصليح سيارة بعتذر منك. اي اشي تاني قول لي شو هو. الله يا جماعة، الدنيا برد، وانا ميت جوع يا جماعة. من وقت الغداء ما اكلت، قديش ساعة صارت؟ ساعة 9:30، 10:15. طلع لعنا على البقاع، يلا صرت قريب من عندكم. شو؟ دبي. رح ارن لك بس دقيقة. وسيم معك رقم تليفوني؟ هذا اللي قاعد يقول لي بدي اياك في موضوع ضروري. Did you can please answer on my question؟ الله ينعم ابو الجوجل بس بالترجمة. Hey Google, how can I speak Portuguese? Got it, but first you'll have to unlock. Já está, a partir de agora vou responder em português. Can you be my... Hey Google, can you be my translator in Portuguese? Got it, I'll be your interpreter. يا شباب. Sim, sobre. يلا يا جماعة بدي اتعشى أنا. خرف الجوجل. I want to have my dinner. Eu quero jantar. Please leave me alone. Por favor, deixe-me só. هاتولي الكلب ده. Eu fiz isso. هاتولي الكلب ده. Eu não me disse isso. هاتولي الكلب ده. Diga-me isso. هتقولي الكلب ده وانت ميس وهتنامي لي بعد شوي. Conte-me sobre a história. يا عمي شكلها شلحت لبسه هي. اوسو ايسو هتنام بعد شوي، تعالي نامي هون وخلص. تصبح على خير. يلا يا نسكم تصبح على خير، ما فيش ولا ورده بعتين لي، يلا تصبح على خير.